أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. هذا ما يفعله تيار الصحوة وما ظل يفعله ويكرسه في الناس، إن يعني حتى يخفي مثل هذه الفتاوى ويأتي بما يراه هو بأجندته، هو أجندة التشدد الخوف والتخويف. يعني تخيلي حينما هذا الصوت يزعج المصلين أو يزعج الأطفال الصغار حينما يخيفهم، هذا أذان من جهة وهذا من جهة وبشكل مرعب يثير الفزع في هذا البلد. نعم. في هذه الناس العاديين أريدهم على قلق، علما أن هناك بعض المساجد يعني على مقربة بشكل كبير من بعض يعني من بعض مناطق مأهولة بالسكان، ما بلا جدل يعني. وأيضا حتى بناء المساجد، مساجد الضرار أسميها مساجد الضرار، الرسول عليه الصلاة والسلام هدم مسجدا بني ليؤثر على مسجد قباء في المدينة المنورة، فهدمه عليه الصلاة والسلام لأن فيه ضرر بهذا المسجد. نعم. الآن في كل حي عندنا مسجد ضرار، يفترض بأن المساجد أيضا تقلص حتى يكثر الناس. الناس الآن يتذمرون، أئمة المساجد. نعم. يتذمرون من قلة الحاضرين. نعم. في المساجد، لأنه كل ما عند مسجد لكل مواطن عندنا. نعم. فاقترحت عليهم أن يعلنوا سحب سيارة. نعم. على الصلوات التي يتأخر الناس فيها عادة كصلاة الفجر، يسحبون عليها سيارة جمس من جموس الهيئة التي. نعم. كانت هي أيضا مصدر رعب وتخويف. طيب. للناس بغير ما أنزل الله سبحانه. نعم. وتعالى، يعني باسم الدين. نعم. أنا أحاول أنشر الذعر والخوف في هذا في المجتمع. نتمنى أن تكون اتضحت هذا هو الصورة. تيار الصحوة. نعم، ويعني الحديث يطول في هذا الموضوع، ولكن للأسف وقتنا في التاسعة انتهى. نشكر لك حضورك ومشاركتك معنا، كنت ضيفنا من الرياض الكاتب الصحفي. We'll be right back.